طيب ما رأي حضرتك دلوقتي في مستوى التحكيم الحقيقة في البطولة الأفريقية حتى الآن، يعني شايفه إزاي؟ شايفه يمكن من أضعف البطولات، لأن هم عاوزين يعملوا جيل جديد. صح، برافو عليك يا كابتن. صح، هي دي الفكرة، ان هو بيحاول يعمل جيل جديد فعنده أخطاء كتيرة، فالأخطاء بيعملوا جيل جديد. كويس ان هم كمان لحقوا ان هم يطبقوا الفار في الثمانية. ما هو حتى بالفار، لا رأيك حتى ما الفار الماتش اللي فات. صح، اللي احنا لعبناه. صح، الفار ما قالوش، فللأسف يعني حتى وفي البداية السوبر الإفريقي برضه. ما هم عاوزين يعملوا حاجة جديدة أو يغيروا بس على مصلحة مستوى اللعبة. صحيح، يعني هم بيغيروا دلوقتي جد المدربين الحكام الجداد، وعاوزين يدوا يقول لك جبنا ناس جداد وجبنا تشكيلات جديدة وجبنا لعيبة وجبنا حكام فغيرنا وكده، لكن دي هتأثر بالسلب على مستوى الكورة. ولما يكون في فار، ما هو اللي موجود في الفار لسه صغير برضو. صح، هم الاثنين هيبقوا زي بعض، يعني مش في اللي في الفار مستوى عالي، اللي في الفار برضه بيتمرن لسه جديد. صح، فالجداد دول في خطوره على البطوله ان لم يكن تتظبط في الادوار النهائيه.